شهد سكان مناطق عدة في العالم ظاهرة القمر الأزرق العملاق في ظاهرة فريدة من نوعها، وهو يظهر للمرة الأخيرة قبل عام 2037، حيث يكون القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة. في ظاهرة فريدة من نوعها شهد سكان مناطق عدة بالعالم ظاهرة القمر الأزرق العملاق، والذي يظهر للمرة الأخيرة قبل عام 2037، حيث يكون القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة. وتنتج هذه الظاهرة عن تحرك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384,400 كيلومتر من الأرض، ووجوده على بعد نحو 363,000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الأقرب إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14%. ويشير مصطلح القمر الأزرق إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف عام، لكن القمر الأزرق العملاق لا يظهر إلا كل 10 سنوات أو 20 سنة بحسب وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، موضحة أن ظهوره الأخير كان في ديسمبر لعام 2009، والتالي سيكون في مارس عام 2037. وخلال هذه الظاهرة لا يكون القمر أزرق اللون فعليا، بل أخذت عبارة بلو مون القمر الأزرق من عبارة إنجليزية تعني مجازا أنه وضع نادر الحدوث. وإذا كان القمر الأزرق العملاق لعام 2023 أبهر علماء الفلك والمصورين، إلا أن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل.